لا سيدة الوزيرة، تنعرف جيدا بأن الاقتضاد أزمة في البلاد، أزمة كاقتضاد في المستشفيات مش غير في التعليم، اقتضاد في السجون، اقتضاد في الأسواق، ولكن اقتضاد في الجامعة شيء آخر، يعني المستقبل، يعني ضبط سيرورة تطور البلاد. أزمة التأطير والأساتذة لا بد أن نجد لها حل. عندنا نقص الأساتذة، ماشي عيب نقولها، كان في تونس حتى البارح ومازال الآن. نفتحوا الصياغ لاستيراد الأساتذة إن اقتضى الحال، ولكن نقريو ولادنا بأشياء أو نهمو الناس أنهم تيقراو في الجامعة، هذا الشيء ماشي 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 في المحل ديالو. وضع الجامعة الآن ماذا ينتج؟ حول الجامعة إلى مقاولة جامعية. هذا خطير. قلت بأن الجامعة تطلع بنظام بتكوينات مستمرة. هذا مشاو فيه ناس كثير وصبحت هناك شركات وسيطة في هذا المجال. فأعطى الفرصة لظهور جامعات بضعات وحولت الخدمات الجامعية استغلال لأساتذة البحث العلمي في مجال ديال يعني في المجال التجاري. رؤساء الجامعات لم يعودوا يقومون ليعطوا الأهمية للدور الأكاديمي، فأصبح كله يهتم بقضائه اليومي في المسائل الإدارية. أعطى أشياء خطيرة في تدبير الجامعات. الآن المطلوب بكل وضوح وأنكم أن هناك حاجة للدفاع عن الجامعة العمومية المغربية بمكوناتها وأوصافها، ضامنة لكل أبناء المغاربة التعليم الجامعي في المستوى الرفيع. هذا المطلوب. لا بد أن تفكروا جيدا وبصفة مستعجلة في إحداث جامعات. لا يمكن أن تقبلوا معنا بأن جامعة ابن زور تغطي ربعا ديال الجهات، 52% من المساحة ديال المساحة الوطنية، 35% من الساكنة، وما تحمله من مشاكل يوميا مع الطلبة، سببها الأساسي هو الوضع ديال البنية التحتية. هناك حاجة إلى تكوين الحاجات لتكوين والصياغ الملائمة لإيجاد المؤطرين. شكرا سيد الرئيس. شكرا أستاذ الوزيرة، لك الكلمة في إطار الرد على التعقيب. إذن